عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قرانه على الفنانة ياسمين صبري في أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. سيطرت على أجواء الاحتفال العائلي حالة من الهدوء والبساطة مع قلة الحضور واختصار من المقربين من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدبير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات. جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمع الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة في المجالين، وكان البعض يتوقع أن يعقد قرانهما في حفل كبير وأجواء صاخبة. وقال العروسين في بيان: حصلنا على نسخة أولية منه تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية. ووسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة إذا رعينا الضوابط وما يوجه به المختصون، ونشارككم فرحتنا الشخصية ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلام والفرحة والحياة الهنيئة المطمئنة. مختتمين بالقول: نشكر أهالينا وأصدقائنا الذين كانوا إلى جانبنا والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم. يذكر أن ياسمين صبري كانت ترتب خلال الفترة الماضية لحفل الزفاف الذي كان مقررا عقده بأحد الفنادق الكبرى، ولكن مع التطورات التي فرضها فيروس كورونا المستجد والتدابير الاحترازية المعمول بها في المنشآت السياحية اختارت أن يقتصر الأمر على احتفال عائلي بسيط مع احتمال إقامة حفل زفاف ضخم هائل حين انتهاء أزمة كورونا خلال الشهور المقبلة. وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أعلن خطبتهم في منتصف مارس الماضي من خلال صورة نشرها رجل الأعمال عبر حسابه على تطبيق إنستغرام. ومن جهة أخرى انتهت ياسمين صبري قبل أيام من تصوير مسلسلها الجديد فرصة تانية والتي تشارك فيه في السباق الرمضاني. مسلسل فرصة تانية من إنتاج شركة سينرجي، وبيضم المسلسل عدد كبير من الفنانين: ياسمين صبري، أحمد مجدي، دياب، هبة مجدي، ونهال عنبر، ومحمود البزاوي. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك، ولو انت أول مرة بتشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك على القناة.